الصبح لما نفيق منروح على الدكتور فورا. سمعتيني؟ ماشي سامي خليك. كنت بدي روح على الحمام بس. مسك ايدي خليك لا تروح. ماشي حبيبي. لا تتركني وتروح لحتى نام. جنبك انا اذا بدك بضل قاعد جنبك هون للصبح كمان. مرعوبه كتير. ليش؟ خايفه اني افقدك. في اشي يوم الصبح وما لاقيك جنبي بالتخت. ولا يهمك لانه نحن رح نضل ننام جنب بعضنا طول العمر، وعن قريب رح يكون ابننا معنا كمان. ست شهناز مانا حامل، عم تكذب، خدعتكم كلياتكم. مو هي الحامل زينة؟ مو جابت صور إيكو للولد وفرجتكن ياها؟ إيه هدول صور ابنها لزينة. مزبوط مثل ما عم بتقول. شفت؟ ما بتعرف شو بدها تقول لأنه انكشفت كذبتها. بكرة روحوا عملوا تحليل مشان تكشفوها على حقيقتها. شو أنت ما بتستحي على حالك؟ خدعتيني وخليتيني أحلم بولد ما أنا موجود. ما هيك؟ روحي من وشي، اطلعي لبرا، وشك ما بدي شوفه. لا تتخلى عني سامي. لما سألتني إذا كنت حامل ما قدرت إني قلك لا، ما قدرت. المرة اللي بتكذب ما بيصير تعيش معنا تحت سقف واحد. سامي اسمعني لو سمحت. اطلعي من البيت، اطلعي من البيت ولا بقى ترجعي. سامي عمل لك اطلعي، اطلعي لبرا. شاهيناز، 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 انت منيحة؟ عم بتقولي يا سامي سامي شو شفتي؟ منيحة منيحة. بدي غسل وشي وإيدي. انتي صحيانة ما هيك؟ بس نفسي عم تخبط شوي. استني جاي معك. لا ما في داعي سامي، ما بطول، رح أرجع فورا. شاهيناز يلا على مهلك. سوزان افتحي الباب. يلا يلا يلا. استراحة
سطح سقف. وأنا كمان جاي معكم سامي. لا بابا أنت ضل واستنى مني خبر ماشي. شاهيناز اتصلت بدكتورة ورح نلتقي بالمشفى. طيب يا ابني مثل ما بدك. الله معكم. عمي رح أطيب ما هيك؟ والولد ما رح يصير له شي كمان. إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله. وهذا الولد رح يعيش ويتربى بيناتنا إن شاء الله. يا الله. طلعي هلأ الحبل واتنيناتنا منعرف إنه كذبة. من وين جابت كذبة الإجهاض؟ أي كذبة خالي أميني؟ لك شاهيناز عم تأجهد ما شفتيها والحق كله علي. شو سويت أنا؟ تحملي شاهيناز تحملي. يلا وصلنا. أنت منيحة؟ تحملي شوي حبيبتي وصلنا. ساعدوني ساعدوني. جيبوا نقالة فورا بسرعة. جيبوا النقالة. شو صاير؟ مرتي حامل. ايه وشو صار؟ وعيت عن الدرج فكرنا انه ما فيها شي بس بعدين صارت تنزف. اها قديه صار لحامل؟ 4 شهور. اذا هيك لازم عملية فورا. لا تلمسوني يا خانم. بس لحظة ما بصير هيك. دكتوري وينه؟ يا خانم دكتوري هلأ رح يجي. يا خانم انت وضعك خطير. سامي دكتوري وينه؟ يا خانم تلمسوني. يا خانم ما بصير هيك. انت والطفل حياتكم بخطر. ما فينا نستنى دكتوري. ما بصير شاهيناز. انت ما بصير شاهيناز. خلص انت بتعرفي شو عم بتقولي. انت عم بتأجهدي وضعك خطير يا شاهيناز. لك بدي دكتوري. دقوله خلوه يجي فورا. خير شاهيناز. خانم دكتور مراد. حضرتك دكتورة؟ ايه انا دكتور. معقول تكون عم بتأجهد؟ دكتور مراد قلن يطلعوا لبرا. دكتور مراد من بعد اذنكم. طيب اطلعوا كلياتكم. تمام خلص اهدي شوي. سامي وانت لا تكون هون. لا تكون هون. ماشي حبيبي لو سمحت دكتور. هي بأمانتك. شاهيناز خانو من الأسبوع الماضي كنت عندي بالعيادة وما كنتي حامل. من وين طلعتي بهالقصة هلا؟ دكتور مراد دكتور مراد لو سمحت بدي تساعدني. لو سمحت ساعدني. ما عم أفهم شو القصة. زوجك ليش مفكرك حامل وعم تأجهضي؟ بصراحة انجبرت اكذب عليه وقل له اني حامل. شو؟ انجبرت اعمل هيك. اكذب. تعلمت اكذب. بعرف حرام بس والله ما كان عندي غير هالحل. والله يا دكتور لا تواخذيني. مستحيل شارك بهالكذبة. دكتور مراد إذا بدك تحكي لزوجي الحقيقة رح أقتل حالي اليوم. رح أنتحر لأخلص من اللي عملته. لا بابا أنتوا ما في داعي تجوا على المستشفى وتعذبوا حالكم. دكتورة عم بيفحصها وبس يطلع بيطمني عنها وأنا فورا بتصل فيك. ماشي تمام. وعلى هذا الأساس بنحكي. بابا أنا لازم سكر هلأ. شلون وضعه قلي؟ مستقر منيح وضعه. والبيبي؟ البيبي للأسف ما قدرت أنقذه. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.